طيب، ايضا لي ملاحظه على طريقه اخواني الفضلاء اصلحني الله واياهم، هي انهم دائما يبررون رفضهم المناظره. اي والله شكلك كذي. اي والله ما ودي اقطعك، لكن معنا من فرنسا حتى لو طلعت. تفضل الاخ عبد القادر من فرنسا، نسمعك. السلام عليكم اخوه الكرام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقط اريد الاخ، اريد فقط يعني نقطه. اي تفضل. أليس من باب المصداقية العلمية والنزاهة الفكرية؟ ما سمعت. ألم يكن بالأحرى أن تستدعو الشيخ عدنان إبراهيم ثم تعمل مناظرة بينه وبين أحد الشيوخ؟ نستدعي؟ ألم يكن من باب المصداقية العلمية والنزاهة الفكرية أن تستدعو الشيخ إبراهيم؟ معلش إيش خطأ الاتصال؟ طيب يعني قطع اتصال؟ لا أخاف بعد يقولون احنا قطعنا الاتصال. لا فواضح، واضح 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 السؤال، واضح السؤال يا اخي. الحقيقه لا نتكلم بلسان مشايخنا الفضلاء، لكن حقيقه انا يعني اعوذ بك، انا عباره ارددها دائما، اقول نقاش اهل السنه والجماعه شرف، شرف لا يناله كل احد. من هذا الرجل النكره؟ من هذا الرجل حتى نستدعيه ليجلس معنا ولا نتشرف بالجلوس معه؟ فمشايخنا لا يناظرون النكرات الجهلة الحمقى الذين يبثون في 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 صدورهم سم زعاف تجاه سادات هذه الأمة. انقطع الاتصال من أخثار، والأخثار أنا حبيت أوجه له رسالة. أنا شخصيا كلمت اللي يقول عنه أنه من فتح الدكتور عدنان الإبراهيم، ووجهت له دعوة رسمية إلى مناظرة الشيخ ومناقشته، والحين من قناة فدك مرة أخرى، إذا عنده علم وإذا مو منتحل محاضرات سماحة الشيخ كذوبة عدالة الصحابة وحاول يأخذ منها ويحسنها ويطرحها للملأ، إنه يتفضل ويناقش سماحة الشيخ موجود ولا ينتقده في وسائل الإعلام، وممكن إحنا نعطيه مجال وهو يعرف إنه عندنا انصاف وعندنا حرية ان نعطي الاخوان يتكلمون يقولون اللي يعطونه، وممكن احنا نعطيه مجال وهو يعرف ان عندنا انصاف وعندنا حرية ان نعطي الاخوان يتكلمون يقولون اللي يعطونه. ايضا لي ملاحظة على طريقة اخواني الفضلاء اصلحنا الله واياهم، هي انهم دائما يبررون رفضهم المناظرة. انا الان طبعا لا احاور، انا ارد وهم لم يحاوروني، ردوا. طبعا بمناسبة الرد وكلمة الرد، هذه كلمة لا تهول أيها الإخوة، يستطيع كل من هب ودب أن يرد، أليس كذلك؟ وفي حلقة اليوم نرد على المدعو دكتور عدنان، دكتور عدنان إبراهيم، في تسجيلاته التي نشرت في الإنترنت. ولكن في البداية أقول هذا الكلام حول هذه الشبهات أنها من الكذب ومن الدجل. أي واحد الآن يستطيع ذهب إلى الإنترنت ويعمل كونت وحساب ويقول رد على الزنديق عدنان إبراهيم، يترد حاجة. لا، مناصرة ومعاضدة العلامة عدنان إبراهيم إيه تستطيع. وبالمناسبة أسأل الله أن يرقيني إلى مقام لا أظن أنني بلغته، لكن من عشرات السنين أتوق إلى أن أبلغه، قولوا آمين. أسأل الله أن يرقيني إليه، أن أصل إلى مقام يستوي عندي فيه المدح والذم، يقال إبليس يقال قديس، يستوي عندي. لا أعتقد أنني بلغته، لكن أظن أنني أقترب منه إن شاء الله تعالى. لا يضرني كثيرا، يعني أنا استمعت إلى ساعتين ملؤهما السباب والإقذاع والتهجم، فالحقيقة وأرجو أن لا يغضب من المشايخ، أنا كنت أضحك والله العظيم، أضحك من كل قلبي حتى تعجبت زوجتي، أضحك لا أدري لماذا أضحك، لم أغتر ودعوت لهم والله العظيم، دعوت لهم يعلم الله، دعوت لهم بظهر الغيب، وأدركت أن هذا من لطف الله بي بفضل الله تبارك وتعالى. لم يتحرك في حقد ولا غضب ولا فجور ولا فسق أبدا أبدا أبدا، أضحك في منتهى الراحة. تعرفون لماذا؟ أعتقد أن سر المسألة بسيط، من كان تلمحه ومن كان وجهه إلى الله يحاول أن يجعل فقط مبتغاء الله لم يضره لا ذم الناس ولم يسعفه كثيرا مدح الناس، مدحوا أو ذموا أنا فقط يرضيني ويكفيني ويغنيني
علم الله بي تبارك وتعالى. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. هذا هو. لذلك أنا لا أستفضع أن أطرد خارج دائرة السنة أو حتى خارج دائرة الإسلام. ووالله لو أجمعت الأمة أيها الإخوة أجمعت الأمة على أن عدنان إبراهيم زنديق خارج عن الإسلام دون أن يناظروني وأن يلزموني الحجة ما حرك هذا في شيئا. سأجلس في بيتي على أنني الزنديق الخارج عن ملة الإسلام وأعلم أن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل في الدنيا قبل الآخرة. لن يضيرني هذا كثيرا. تستطيع أن تحكم علي بما شئت. تعرف لماذا؟ لا يخيفني هذا. أنا معول فقط على علم الله بي وأنا أعلم نفسي على الأقل. مستحيل إذا كنت طبعاً لا أعلم نفسي هذا هو الخذلان المطلق المبين. على الأقل أنا أعلم نفسي.